بسم الله الرحمن الرحيم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون عائد من غياهب ذنبه يرجو ثواب ربه نادم على ما فات من عمره في غير طاعة ربه أكلته المعاصي دمرته الذنوب رباه عيني لم تجفف مدامعها من الندامة بل من شدة الحزن فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن رباه رباه حمل الذنب أثقلني ودمعة العين في الأحداق تقتلني وآهة القلب باتت لا تفارقني كأنني في لهيب النار تحرقني يمر بي موت هان في دركات اللذة المحرمة زمنا طويلا ثم ندم فعاد فقد نعيم العيش وراحة النفس وطمأنينة البال فعاد عسى عن ذكر الرحمن أو غفل فأظلم وجهه بشؤم المعصية ثم عاد أسرته الخطايا كبلته الذنوب قيدته المعاصي أوبقته الفتن ثم عاد رباه عيني لم تجفف مدامعها من الندامات بل من شدة الحزن فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل دعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني عليه الصلاة والسلام أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير نداء أيها العائد النادم التائب نداء أيها العائدون التائبون النادمون نداء إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن فارحم ضعيفا مؤسسة أضواء التوحيد تقدم نادم دائم للشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها المؤمنون، التائب حبيب الله تعالى عائد من غياهب ذنبه يرجو ثواب ربه نادم على ما فات من عمره في غير طاعة ربه أكلته المعاصي دمرته الذنوب هام في دركات اللذة المحرمة زمنا طويلا ثم ندم فعاد فقد نعيم العيش وراحة النفس وطمأنينة البال فعاد عشى عن ذكر الرحمن أو غفل فأظلم وجهه بشؤم المعصية ثم عاد أسرته الخطايا كبلته الذنوب قيدته المعاصي أوبقته الفتن ثم عاد بحث عن السعادة في اللذة المحرمة وعن الراحة في حريته من قيود الحلال والحرام فما وجد إلا الهم والغم والحزن
فعاد إلى الله وندم وتاب، والعود أحمد نادم، والدموع تحدو مطي وشراعي من الأسى ذكرياتي. اعلموا يا عباد الله أن صفة التوبة والعودة إلى الله من صفات المؤمنين الصادقين، والعائد التائب، والتائبون العائدون هم الراجعون إلى الله تعالى. فمن عائد راجع عن زلته إلى طاعة الله تعالى، ومن عائد راجع عن متابعة هواه إلى موافقة رضا الله تعالى، ومن راجع عائد يرجع ويعود عن الإحساس بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق في حقائق الله تعالى. رب إني مهاجر في حياتي، باحث عن سلامة الزفرات، قاطع للحياة وحدي ليثا لا أبالي بما حوته حياتي، سائر والزمان يصخب حولي صارخا من تكالب الطعنات، صابر للبلاء مهما تمادى، عابد للرحيم في الخلوات، ذاكر للإله في كل لحظ، شاكر للعزيز في صلواتي. يا إلهي وقد ندمت على ما فات في العمر من سنين العظات، هل إلى التوب من سبيل؟ فإني عائد من غياهب الزلات، نادم والدموع تحدو مطي وشراعي من الأسى ذكرياتي. رباه رباه حمل الذنب أثقلني، ودمعة العين في الأحداق تقتلني، وآهة القلب باتت لا تفارقني، كأنني في لهيب النار تحرقني. يمر بي موكب الذكرى على مهل، فأنظر الفائت الموبوء بالعفن، وأبصر الذنب في سمعي وفي بصري وفي فؤادي، بل في زفرة الشجن. يمضي الزمان سريعا في تقدمه، وذكرياتي تبقى لا تبارحني. رباه رباه عيني لم تجفف مدامعها من الندامة، بل من شدة الحزن. فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن. أيها المؤمنون، يقول ربكم جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وفي الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أرحم الله تعالى بالعباد. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. عن أبي بكر رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، لا إله إلا الله، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه، فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر رضي الله عنهما: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. رواه مسلم. أيها المؤمنون، من تأمل في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أسرع الناس إلى التوبة. اسمعوا إلى هذه القصة المتواترة المشهورة عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتاه حرقة المعصية تلذعه، ثم يعود ليتوب ويتطهر في الدنيا قبل أن يكون العذاب في الآخرة. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل ومن صالحينا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسرع عودتهم وتوبتهم وهم بشر، فطهرني. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما ردت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: أما لا، أو أما الآن، فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه
حتى تفطميه. فلما فطمت أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمته. فلما فطمته أتت به وقالت: هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد يجر أو يحمل حجرا فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها رضي الله عنه. فسمع نبي الله سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تعالى: واسمعوا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالبدار البدار إلى العودة والندم والتوبة قبل فوات الأوان، قبل أن يقول المذنب: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رباه، إني تائب مستغفر، قد جئت نحوك ساعيا أتعثر، فاغفر ذنوبي يا إلهي، إنني عبد ضعيف عائد يتحسر. رباه، قد أدمت دموعي وجنتي والسيل من عيني لا يتأخر. رباه، قد تعب الفؤاد ندامة وعزمت ألا يستعاذ المنكر، فاصفح عن العبد الفقير فإنه يرجوك لا يرجو سواك وينظر. لله در فتى يعود إلى الحمى ويتوب من كل الذنوب ويهجر، لله در من استعان بربه يرجو النجاة وللجنان يشمر. يا أيها العبد الذي قد غره حسن المظاهر لا يفيد المظهر، كم للمظاهر من بريق زائف فإذا بحثت سألت أين المخبر،
يا أيها المغرور في دنيا الهوى لا يعجبنك من بهاها المنظر هي للزوال ولن يطول بقاؤها ولسوف تندم فهي لا تتعمر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت كل من عليها فان، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتها كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، رواه البخاري ومسلم. كان عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله ينشد حال احتضاره يخاطب ربه جل وعلا يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى
وتوبوا إلى الله وارجعوا وعودوا قبل أن لا تمتاب وأن لا يكون مندم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن منزلة التوبة والعودة إلى الله: إن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، نسأل الله من فضله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. والتوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته، وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه، نسأل الله من فضله. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبد ذلك الفرح العظيم. فجميع ما تكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وهو الرسول الصادق المصدوق، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مساكين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اسمعوا إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم اغفر لي خطيئتي، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. عليه الصلاة والسلام: أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، وقليله وكثيره، صلى الله عليه وسلم. هل هذا دعاء بشر؟
إلا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه، أما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شجي النشيج كثير البكاء، أما كان في خد عمر بن الخطاب خطان من آثار الدموع، أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري، أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة، أما قالت بنت الربيع بن خثيم رحمه الله، أما قالت لا ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فقال إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يبكي الدم من الخوف، أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف، مسكين من يرضى بدار حلالها حساب وحرامها عذاب، إن أخذه من حله حوسب وإن أخذه من حرام عذب، ومن استغنى فيها افتتن ومن افتقر فيها حزن، ومن أحبها أذلته ومن نظر إليها أعجبته. ولقد بين لنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام قصر الأمل في الدنيا حينما كان يوصي ابن عمر رضي الله عنه فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وحينما قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. أيها المؤمنون حذار حذار من الغفلة. يقول أحد العلماء الصالحين واستمعوا إلى هذا الرجل الصالح العالم، ويظن بعض الناس أن التوبة فقط للعاصين المذنبين أو الفساق، هي للصالحين قبل الطالحين. يقول تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني من بدء الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا باللسان. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن أو ما يظن في الفساق، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. فصرت إذا دعوت الله أقول اللهم بسترك علي وعفوك عني اغفر لي، اللهم بسترك علي اغفر لي، حزن عميق فاض بي وشجاني واستعبرت عيني وشل جناني، وعذاب أنفاس تردد رجعها فتسابقتها ثورة الغثيان. لو كان في صدري لها متنفس لكنها تشكو من القضبان، لو كان للأيام صوت ناطق لرثت وفاق بيانها تبياني، لو كانت الأوراق تحكي لاشتكت قلمي وقالت تاه فيك لساني، أوه من ليل تعاظم جرمه حتى غدوت به كما النشواني، أحيي به ذنبا
أقارف ثالثا وأعيش مثل الهائم السكراني، أواه من قلب يكبله الأسى فيهيم بين مرارة الأحزان، ما زال يذكر ما مضى من جهله أيام كان على خطى الشيطان، يمضي الليالي سادرا في غيه ويعيش بين الظلم والحرمان، حتى تكشفت الأمور فبان ما سيكون حين تفرق الأضعان، وتذكر القبر المخيف وظلمة تحويه حين يلف بالأكفان، فبكى وأرسل نبضه متتابعا حتى كأن الموت في الخفقان. أواه يا نفسي أموت وحسرتي خوف القيامة عذبت أوزاني، أواه من يوم أكون به الذي فوق الصراط على لظى النيران، أواه من يوم أكون به الذي فوق الصراط على لظى النيران، أبكي ودمعي في خدودي نازف، عيني جرت وتمزقت أجفاني، أمشي وخطوي خائف متردد والذنب فوقي والجميع يراني، والناس من حولي عراة تشتكي ظلمي وإسرافي مع الطغيان، فرعون من تحتي وقارون الذي قد كان ينكر نعمة الرحمن، وأمام عيني جنة محفوفة بجميع ما في الكون من ألوان، فيها من الحور الحسان عرائس يرفلن بالديباج والتيجان، وبها نعيم ليس يفنى دائم يبقى بفضل الواحد المنان، يا رب فارحمنا وأسكننا بها واغفر جميع سوالف العصيان. حذار يا عباد الله من الغفلة، وبادروا بالتوبة والعودة إلى الله تعالى، عجلوا وسارعوا ولا تتأخروا، واقتفوا آثار التوابين واسلكوا مسالك الأوابين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا بد أن تفارق، لأن الموت لك بالمرصاد. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: الدنيا وراءك والآخرة أمامك، والطلب لما وراءك هزيمة، إنما يعجب بالدنيا من لا فهم له، خلقت الدنيا لتجوزوها لا لتحوزوها، ولتعبروها لا لتعمروها، فلا تفرحوا بما يأتيكم منها، فإنكم ستحزنون عند فقدانه، وبعد الالتذاذ به يكون التأسف، ومن فعل ما شاء لقي ما ساء. يا غافلا عمن لا تراه وهو يراك، كيف تهنأ بعيش وأوزارك من ورائك؟ بادر بعمل قبل الموت، بادر بعمل، فإنك لا تدري متى الأجل، واملأ قلبك خشية قبل أن يأخذك بغتة، كيف يشتد حرصك عليها وفي غيرها خلدك ولقاؤك، كيف تعجبك وهي زائلة؟ فلا تتعرض لخالقك بالمعاصي، فإنك لا طاقة لك بغضبه ولا قوة لك بعذابه، واصبر على عقابه، فتدارك نفسك قبل لقائه لعله يتجاوز عنك ويرحمك. يا إخوة الإسلام، هذا أوان الرجوع والعود والندم والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوزار، فبالله عليكم تأملوا نعم الله عليكم وإحسانه إليكم. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وارحمنا والمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم كل الضعفاء والمساكين. اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالنصارى واليهود والهندوس وأعداء الإسلام أجمعين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنيبوا إلى الله وعودوا إليه عودة صادقة يغفر لكم ذنوبكم سبحانه وتعالى ويجازيكم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المهتدين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المهتدين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المؤمنين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أيها المؤمنون، روى الصحاح وروى أهلها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. ومن كان من المؤمنين حريصا على اللجأ إلى الله والنجاة ودخول الجنة كان أسرع الناس إلى التوبة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: وليست التوبة أن يقول الإنسان بلسانه أتوب إلى الله أو اللهم تب علي وهو مصر على معصية الله،
وليست التوبة أن يقول ذلك وهو متهاون غير مبال بما جرى منه من معصية الله، وليست التوبة أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود إلى المعصية، إلى معصية ربه ومخالفته، ليست هذه التوبة. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري في صحيحه والإمام أحمد رحمهما الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ومن هذا الحديث يا عباد الله يتبين لنا مدى خطورة الحال الذي نعيشه هذه الأيام من استصغار الذنوب، من استصغار الذنوب وعدم المبالاة بما يقترفه كثير من الناس من ذنوب وآثام في كل يوم وليلة. فترى بعض الناس هداهم الله يحتقر في نفسه ويستسهل بعض الذنوب التي تصل في أحيان كبيرة وأحيان كثيرة إلى الكبيرة، ولا يلقي لاقترافه لها أي بال، مع أن الفرصة عظيمة للتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدا. حديث حسن رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو في صحيح الجامع. أيها المؤمنون، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الحسنات، لأنها تزيل العوائق التي تقوم بين العبد وبين ربه، تلك العوائق الكامنة في النفس من شهواتها ونزواتها. فالتوبة تملأ النفس بالأمل وتقود القلب إلى مصدر النور، نسأل الله من فضله. ولن تكون التوبة صحيحة مقبولة حتى تتحقق فيها شروط تثبت صدق توبة التائب في توبته. أول هذه الشروط أن تكون توبته خالصة لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. والثاني الإقلاع عن المعصية فورا وتركها مباشرة دون تلكؤ ودون تأخير. والثالث الندم على ما سلف منه في الماضي. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، وإذا ندم كان يلزمه شرطا رابعا مهما، ألا وهو العزم، والعزم الصادق على عدم معاودة الذنب والرجوع إليه. ثم لا بد خامسا أن يكون من الذين تركوا المعصية
دون إصرار عليها نسأل الله العافية. ومن أصر على الصغيرة أوردها أن تكون كبيرة أو نماها حتى عدت في الكبائر. والسادس أن التوبة كما تكون بالقلب واللسان تكون أيضا بالعمل الصالح، فيجب عليه أن يعمل من الصالحات ما يذهب السيئات. ثم سابعا أن يستمر التائب في توبته ولا يكون من الناكصين حينا بعد آخر ولا من المترددين، وأن تصدر التوبة في زمن قبولها، وإذا صدرت قبلت بإذن الله تعالى. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيجب رد الحقوق إلى أهلها. أيها المؤمنون، من حقق هذه الشروط مجتمعة كانت توبته من التوبة النصوح التي يقبلها الله تعالى بإذنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل إن التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم بكثير من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله، وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، أو يعلمون الحق ولا يتبعونه، فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم نسأل الله العافية والسلامة، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلامه رحمه الله. أجمعت الأمة الإسلامية يا عباد الله وبالذات العلماء على وجوب التوبة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهروب منها على الفور. وما دامت التوبة فرض فبادر يا عبد الله بالعودة والندم والرجوع إلى الله تعالى، واعلم أيها العائد النادم التائب أن من الأسباب التي تزيل أثر تعلق القلب بالذنب ما يأتي: أولا، اعلم أن الذنب إما أن يكون بسبب الغفلة فطريق علاجه العلم، وإن كان الذنب بسبب غلبة الشهوة ونوازع النفس فطريق علاجه الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى. وما أطفأ عبد جمرة الغضب والشهوة
بمثل الوضوء والصلاة. ثانيا أن يعتصم العبد بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصم بحبل الله القرآن الكريم، واعمل بأوامره وأحكامه، وتدبره واتعظ بأخباره، تكن من الفائزين الناجين. ثالثا خف يا عبد الله تعجيل العقوبة في الدنيا، فقد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والرابع أن يطيب مطعمه ولا يأكل إلا حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والخامس تذكر أيها العبد وقوفك بين يدي الجبار جل جلاله في موقف الحساب، يوم أن تسأل عن كل صغير وكبير. والسادس تذكر يا عبد الله سرعة لقاء ربك، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والسابع أبعد يا عبد الله عن قرناء السوء، فكم أهلك القرين من قرين، وكم قاد قرين السوء إلى المعصية وإلى النار وبئس الورد المورود. الثامن استعذ بالله من شر وساوس الشيطان الرجيم، واترك نزغاته ونزغه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والتاسع كن من أهل الاستغفار الذي هو من أكبر الحسنات. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم. ثم عاشرا أمسك عن فضول النظر والكلام والطعام، وطاعة الله حيثما كان وأينما كان هي طريقك للنجاة، وإتباع السيئة الحسنة، وعدم الإصرار على الذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أيها المؤمنون، كان مرثد بن أبي مرثد الغنوي الفدائي كان يهرب المستضعفين من المسلمين من مكة إلى المدينة سرا، وكان يفعل ذلك اتباعا لقول السابق إن الحسنات يذهبن السيئات. كان يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا أن يحمله من الأسارى من مكة. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا وهلما، فبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا، تاب إلى الله وأناب وعاد وأسلم وعرف أن الله حرم الزنا فأقلع. فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا.
قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، جبل معروف عند أحد مداخل مكة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر فكففت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. رواه الترمذي وهو صحيح. أيها المؤمنون، لقد تمثل هذا الصحابي أمر الله تعالى، ولم ترجعه نفسه إلى المعصية ولا إلى الكبيرة، مع أنه على خطر الموت لو أدركه أهل الخيام، فكان أن عم الله عنه طلبه. ولما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منه الفصال في زواج عناق، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غانيا، فامتثل الأمر وكان كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن التائب كثير القلب، غزير الدمع، حزين النفس، ولا يرتاح أبدا إلا في طاعة الله. استمعوا إلى هذه القصة من عصرنا الحاضر، ممثلة بلغت في النجومية كما يزعم أهل هذا الزمان ما بلغت، حتى صار اسمها على كل لسان وصارت صورتها على كل غلاف، نسأل الله العافية. ظنت أنها حصلت على كل شيء: الشهرة، المال، الشهوة، وكانت النفس تأمر بالسوء، ولكنها كانت إذا خلت بنفسها تراجع حساباتها علمت أن من أعظم ما ينقصها راحة البال وطمأنينة النفس، وذهبت للأطباء النفسانيين أو النفسيين وغيرهم، حتى قادها الله تعالى إلى أحدهم من ذوي الفطرة السليمة فقال لها: يا أمت الله، لن تجدي هذه الراحة إلا في كتاب الله تعالى والعودة إليه والندم على ما فات منك وترك هذا الوسط العفن الذي تعيشين فيه، واعلمي أن جمالك لا يغني عنك شيئا إذا كنت أمام الله تعالى، فعودي إلى الله وتوبي وأقلعي. فسبته وخرجت. فلما عادت إلى بيتها ودخلت سمعت بنتها أو طفلتها تردد: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. فجعلت تردد مع بنتها وبكت بكاء جعلت طفلتها تبكي معها، ثم تابت وعادت وارتدت الحجاب واهتدت إلى سماحة من سماحة الخير والسعاد، إلى طمأنينة النفس وراحة البال. سمع
أحد اللصوص في زمن التابعين أو تابعيهم سمع أحد اللصوص وهو يتسور أحد البيوت للسرقة قارئا للقرآن يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فبكى ورجع يردد بلاءان وأصبح بعد ذلك من العلماء الزهاد. خلا رجل بامرأة في زمن ليس منا ببعيد وهيأ كل شيء ليخلو بها، فلما غلق الأبواب وجاء إليها ثملا بسكرة الشهوة الحرام قالت: غلقت الأبواب كلها؟ قال: نعم. قالت: فما زال ما بينك وبين الله مفتوحا. ففزع وخرج تائبا عائدا إلى الله نادما على ذنب اقترفه يرجو عفو ربه. أيها المؤمنون، شاب من أهل هذه البلد دفعه طيشه وهواه وشهوته العارمة إلى الوقوع في معاصي لا تخطر على بال أفسق الناس على حد قوله، حتى ظن بجهله أن الله لا يقبل توبته. وفي يوم وهو يمر بقرب المسجد ولا يدخله، دون أن يدخله سمع شيخا يشرح حديث الذي قتل 100 نفس وقبل الله توبته، فعاد إلى الله نادما تائبا. وحاله حال الذي يقول: كم ليال قتلتها من حياتي بين لهو وغفلة وسباتي، أم تطي ظهر مسرف في الخطايا يحسب المجد في ذرى الشهوات. غره في الحياة لذة ذنب ولذيذ الحياة مر الحياة، فمضى يقطع الأماني ذنوبا وتناسى مصارع الأموات. يذرع الأرض جيئة وذهابا هائما لا يرى سبيل النجاة، هكذا يسير شريدا تائه الخطو زائغ النظرات. يا إلهي، ندمت فاغفر ذنوبي وأجرني مما يعيق ثباتي. يا إلهي، رحماك إني ضعيف فاغفر الذنب يا كريم الهبات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أنكم لستم أصلح الناس ولا أتقى الناس، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس إلى التوبة. سمع الإمام أحمد ابن حنبل رجلا يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فراداه ثم قال له: يا أخي أعد علي. قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبكى رحمه الله إمام السنة وعاد إلى بيته وأغلق على نفسه يردد البيت ويبكي. يقول أحد العلماء الفقهاء الذين
آمنوا حق الإيمان وأخلصوا وتعلموا ثم علموا لما كان في ساعات احتضاره ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما أيها المؤمنون يقول أحد المغنين الذين اشتهروا شهرة كشهرة تلك الممثلة قال بلغت ما لم يبلغه غيري وصرت أسابق الناس في الحرام حتى أصبح الناس يشيرون إلي أني من الذين جرت الموسيقى في دمهم نسأل الله العافية وكنت أفرح وأسعد كلما تفوقت في توزيع أغنية أو تقسيمها على آلات الطرب واللهو حتى شرقت بالشهوة وملأتني من الذنوب أكوام وأكوام من اللذة حتى صرت لا أستشعر راحة فيما أنا فيه ولكن مع أني كنت أكسب في الشهر ما يزيد عن 60,000 إلا أني لم أكن مرتاحا وكنت في كل يوم أقوم من نومي فزعا لا أصلي مع الناس ولا أقوم في طاعة الله حياتي لهو ورقص ولعب وزنا ومجون وما كنت أعود إلى الله أبدا نسأل الله العافية والسلام قال وكنت في كل يوم أبتلى بمرض أحد أطفالي فكنت أبعثه إلى المستشفى وأعود وفي يوم ذهبت أعالج نفسي فقال لي الطبيب ما بك من بلاء إنما بلاؤك في أنك لا تذكر الله والله إن ظلمة المعصية على وجهك قال فقلت فإني ما صليت لله صلاة قال فكيف تقابل ربك ابحث عن طاعة الله وعد إلى الله قال فلما تبت وعد وبدأت أكتب في سبيل الله وأنافح عن دين الله وتركت آلات اللهو المحرمة بارك الله لي في رزقي مع قلته وشفى الله أبنائي وارتاحت نفسي فآمنت أن من أعرض عن ذكر الله يحيى الضنك وأنه يوم القيامة يبعث أعمى ورحت أبحث عن نفسي وعن ذاتي أقلب الطرف في إغفاءة الآتي أجد في البحر حتى ملني سفري وملني الخلق في نثري وآياتي أمازح الليل والأقدار تخنقني وليس لي من عزاء غير أناتي أهيم في عالم النجوى وأسأله غفران ما كان من نفسي وزلاتي أقول يا رب روحي ليس يرفعها سوى كتابك في مجموع حالاتي وسنة المصطفى تجري بأوردتي ولا أعيش بغير الوحي في ذاتي فاغفر ذنوبي إني قد جرى قلمي بالخير والحق في دنيا البليات أتيت بابك مطرودا وملتجئا فكل عبدك يا رب البريات أيها المؤمنون بادروا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى واعلموا أن السبيل منقطع ولتتدبروا أمر الله وتتأملوا نهيه وأتوا الأمر وكونوا من المنتهين عما نهي عنه أيها العائدون التائبون النادمون
يا إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى رحيم عفو غفور، أرحم من الأم، أرحم من الأم بوليدها. فأقبلوا على الله وارجعوا إليه. وأنت يا أيها العاصي كن تائبا مستغفرا نادما لله تعالى، ولا تتخلى عن عبادته، فإنه لا يتخلى عن عبده إذا جاءه مقبلا عليه راجيا رحمته التي وسعت كل شيء. نسأل الله من فضله. فلا تسوف التوبة، فإنك لا تدري متى يدركك الموت، كما أن المعاصي كلما طال عليها الزمن طالت جذورها. وما مثل المسوف إلا مثل من احتاج إلى أن يقلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، وازدادت الشجرة قوة وجذورها تشعبا، فكيف ينتظر أن يغلبها ويقطعها إذا ازداد ضعفه؟ قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فاسعى إلى الله تائبا، وألق بنفسك بين يديه نادما على ما فعلت، فالندم توبة. قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، فأحسن الظن بأرحم الراحمين، وسر إليه تائبا مستغفرا متيقنا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وسارع بالأعمال الصالحة، واعلم أن الدنيا تزول، وأن الموت أقرب من شراخ النعل، قطع السبيل إلى وصالي، ودنا التجهز لارتحالي، والنفس تطلب شهوة لا تستفيق ولا تبالي. يا نفس ويحك أقلعي يوما نكون إلى زوالي، ودع الدنايا إنما هذه الحياة إلى وبالي. كم يشتهي الدنيا فتى والموت أقرب للنعال، ويحب طول العمر لهوا والحياة إلى انتقالي. يا نفس ويحك أقصري ودع التكسب بالمقالي، واسعي إلى نيل العلا وصل المكارم بالحبال. هذه الحياة مفازة يوما نسير إلى الرمال، فإذا قطعنا واديا قال ارجعوا بي للجبال، وإذا نزلنا منزلا قال اتركوني في الخيال. ليست حياة الناس إلا أن يروا ضوء الهلال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من التائبين، وأن تغفر لنا يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم كل المستضعفين، اللهم كل المستضعفين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم ناجين سالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 103، الرمز البريدي 11342. رباه رباه حمل الذنب أثقلني، ودمعة العين في الأحداق تقتلني، وآهة القلب باتت لا تفارقني، كأنني في لهيب النار تحرقني. يمر بي موكب الذكر على مهل، فأنظر الفائت الموبوء بالعفن. يمر بي موكب الذكر على مهل، فأنظر الفائت الموبوء بالعفن. فأنظر الفائت الموبوء بالعفن، وأبصر الذنب في سمعي وفي بصري وفي فؤادي، بل في زفرة الشجن. رباه عيني لم تشفف مدامعها من الندامات، بل من شدة الحزن. فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن. فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن. فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن. فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن. فارحم ضعيفا أتى يرجوك معتذرا، واغفر ذنوبي يا ذا العفو والمنن.